استاذن حضرتك، احنا كنا قلقانين احنا الاثنين على احمد هشام سيسه، وشفنا حاطط التلج على ايده، فلازم نروح لارض الملعب ومرسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم ومعاها احمد هشام سيسه نطمن عليه وقولي له الف سلامه يا هنا، وقولي له كمان ان احنا كنا متوقعين كمان انه ياخد افضل لاعب، ولكن ده كان توقع يعني من الاستوديو، هو يستحق يعني لولا الاصابه. طمنينا عليه هنا وبلغيه تحياتنا. برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد، وبضيوفك الكرام، وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لكل الجماهير المصرية بعد فوز منتخبنا المصري على منتخب الكونغو. ومعي في هذه اللحظات الحقيقة واحد من نجوم المباراة زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، أحمد هشام سيسة. في البداية طبعا بقول لك ألف مبروك الفوز النهاردة، وخليني أقول لك إن كابتن هيثم بيقول لك أنت كنت تستحق رجل المباراة، وإنه كمان عايز يطمن أكيد على حجم الإصابة. لا هو أنا ما خدتش رجل المباراة، بس أنا الحمد لله كويس، وبحيي كابتن هيثم، والحمد لله رب العالمين قدرنا نكسب الفوز النهارده، ودي خطوه مهمه جدا تقدر تخلينا ناخد السيب تانيه ان شاء الله للبطوله، وعيننا على البطوله باذن الله. يعني هو كابتن هيثم كان بيقول لك انت تستحق رجل المباراه، انك عملت مباراه كبيره جدا النهارده الحقيقه، فكان عايزين تكلمنا اكتر على المباراه، خصوصا انتوا قدرتوا كمان توسعوا السكور في الشوط الثاني. هو الحقيقه احنا بدانا المباراه يعني مش احسن حاجه في الاول، الشوط الاولاني ما كانش احسن حاجه، بس الحمد لله قدرنا نفوق الدنيا وقدرنا نلعب الشوط الثاني كويس جدا، وربنا كرمنا ان شاء الله، وبناخدها ستيب بسيطه علشان النهائي السيمي فاينل والفاينل باذن الله. يعني طبعا بين كل مباراه ومباراه مش بيكون في وقت كتير خالص للتحضير، فهتكون استعداداتكم ايه للمباراه القادمه؟ معلش ما سمعتش تاني. في وقت كبير بين كل مباراه ومباراه. دي حقيقه، احنا بس الاول بناخد السيب دي مهمه جدا، نخلص دوري المجموعات الاول، بعد كده عيننا على دور الثمانيه ان شاء الله، وبعد كده سيمي فاينل مع تونس باذن الله ربنا يكرم، وان شاء الله الفاينل، وان شاء الله البطوله بتاعت مصر باذن الله. اخيرا يعني شفنا عدد من الجماهير المصريه موجوده اكيد بتدعمكم في الصاله، فايه الرساله تحب توجهها لهم؟ واكيد ان حضور الجماهير بيكون شيء مهم جدا. طبعا وجود الجماهير مهم جدا، بس ده عدد قليل برضو، احنا مستنيين عدد اكبر من كده. ان شاء الله كل لعيب مننا عايز الصاله تبقى مليانه جدا، بالذات في السيمي فاينل والفاينل، دي حاجه هتفرق معانا جدا وهتدينا سبورت جامد جدا، لان الجمهور ده هو رقم واحد، فاحنا محتاجين الجمهور ان شاء الله في الماتشات اللي جايه يبقى مالي الصاله باذن الله. بشكرك جدا والف سلامه مره ثانيه. الله يسلمك، شكرا. يعني طبعا كابتن هيثم ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني احمد هشام سيسة، اكيد لسه مستمرين معاك ومع لقاءاتنا مع لاعبي منتخب مصر، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا بشكرك، شكرا جزيلا، كان لقاء مهم عشان نطمن على احمد هشام سيسة، واحنا اكيد بنقول لمهاب سعيد الف مليون مبروك على رجل المباراه، طبعا دي حاجه تسعدنا اكيد مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي السابق، ولكن كنا بنتكلم على رؤيه فنيه، ونتمنى لهم طبعا كلهم زمايل وكلهم اخوه وكلهم صحاب، واللي يفوز مش مهم، ولكن من الناحيه الفنيه اكيد طبعا احنا بنحلل فنيا.